لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، وزير الصحة يتحدث عن مرحلة وبائية خطيرة، الإصابات تتصاعد. في موقع الهيئة نت، وسط ازدياد ضحايا كورونا، إصابة العشرات من أعضاء وموظفي مجلس النواب الحالي. في صحيفة العرب اللندنية، أربيل المفلسة تبحث عن حلول لدى بغداد المأزومة. في موقع يقين نت، الكاظمي يؤكد للبعثة الأممية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. في العربي الجديد، لجنة المتابعة الدولية لليبيا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري حول سرت. في موقع عربي 21، اتفاق على وقف إطلاق النار بين حكومة هادي والانتقالي. وفي الشرق الأوسط، السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل. السلام عليكم. أصدرت الأمانة العامة في هيئة علماء المسلمين بياناً بشأن الواقع المأساوي للرياضة العراقية ووفاة الرياضيين علي هادي وأحمد راضي. وقالت الهيئة في بيان نشره موقع الهيئة نت إنه يوماً بعد آخر يكشف النظام السياسي القائم في العراق عن التمادي في جرائمه بحق العراق والعراقيين وعدم اهتمام حكوماته المتعاقبة بمقدرات وثروات البلاد المادية والمعنوية وتفريطها بها، وإن كان الضرر الفادح ملموسا بوضوح في الجوانب المادية المحسوسة فإنه غير ملاحظا بالمستوى نفسه في الجوانب المعنوية، لا سيما في المجالات الثقافية والفنية والرياضية. إن حادثة وفاة علي هادي والإهمال الذي تعرض له، ثم حادثة وفاة أحمد راضي وتشييعه ودفنه، وقبل ذلك معاناته في المستشفى وما صاحبها من إهمال كبير، تركتا آثار حزن كبيرة في نفوس العراقيين، وأظهرتا حجم الجرم الكبير بحق الرياضة العراقية والتراجع الكبير والفاضح للرياضة العراقية على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية بسبب عوامل عدة تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة وفشلها في إدارة البلاد وكم الفساد الكبير فيها وتخبطها المستمر وعدم التفاتها لمصالح الشعب وهمومه. وأكدت الهيئة على أن الواقع الرياضي يشهد منذ ساعة الاحتلال الأولى انهياراً متواصلاً لأسباب كثيرة، وبما يؤثر بشكل كبير على تطور الرياضة العراقية، ومن أبرز هذه الأسباب حالة الإهمال الكبير الطاغية على طبيعة تعامل الحكومات المتتابعة مع الرياضة والرياضيين، وعدم العناية بتوفير البنية التحتية للرياضة والشباب التي تعد ضرورية لنجاح وتطور الألعاب الرياضية سواء كانت على صعيد الأندية أو المنتخبات، وعدم وجود إدارة مركزية حقيقية تدير شؤون الوسط الرياضي في مجال الإدارة الرياضية من قبل الأحزاب المتنفذة وتوزيع المنافع على المقربين وانتشار ظاهرة الأندية الوهمية التي تعود لأحزاب سياسية تهدف من خلالها إلى نهب ثروة البلد المالية بحجة دعم الرياضة والشباب، وإهمال المنتخبات الوطنية في كثير من الألعاب، فضلاً عن الفساد الكبير في مشاريع الملاعب والمنشآت الرياضية التي باتت فضائحها المالية والسرقات الكبيرة فيها تسكم الأنوف. وأشارت هيئة علماء المسلمين إلى أنه لا يشفع لهذا الواقع المؤلم للرياضة والرياضيين في العراق بعض النجاحات هنا وهناك التي حصلت بجهود الرياضيين أنفسهم واجتهادهم وغيرتهم الوطنية وحرصهم على رفع اسم العراق، لا بفضل الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال التي دأبت على استغلال هذه النجاحات للترويج لنفسها، فيما لم يلقى كثير من رواد الرياضة العراقية ونجومها من صناع الفرح للشعب العراقي من هذه الحكومات إلا الإهمال بعد اعتزالهم. عن مفهوم المقاومة للمحتل، كتب وليد الزبيدي في صحيفة الوطن العمانية، وجاء في المقال: بعد صدور كتاب المعنون البركان، قصة انطلاق المقاومة العراقية عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت،
دارت حوارات عديدة خلال ندوات ولقاءات تمحور جزء كبير منها حول قضية المقاومة ومتى يستخدم هذا المصطلح. وفي سياق البحث عن قصة المقاومة العراقية شرحت بالتفصيل ما هو التاريخ الذي يمكن إطلاق لفظة مقاومة في العراق ولماذا، وينطبق ذلك على جميع المقاومات. بعد انتهاء شكل السلطة وجوهرها، فإن كل من يتصدى لقوات الاحتلال يقع فعله تحت مسمى المقاومة، أما غير ذلك فهو عبارة عن تلاعب ممجوج بمصطلح المقاومة، ومحاولة الخلط هذا التي تتردد كثيرا لن تجدي نفعا على الإطلاق، لأن المبدأ الذي اعتمده رموز المقاومة المعروفة في العالم وسارت عليه المقاومات عبر التاريخ يقول إنه لا يمكن خلط الماء بالزيت، والمقصود هنا المقاومة والسلطة. حاول البعض بطروحاتهم فرض قناعات تخالف الواقع ولا تتفق والمنطق والمفهوم الحقيقي للمقاومة، لكن الحقيقة تقول إنه لا يمكن أن تكون سلطة ومقاومة في الوقت نفسه على الإطلاق، ولا يمكن أن تكون مقاومة بدون احتلال. وهذا ما أكدته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. وثمت الكثير من الأمثلة، فلم يشترك جيفارا في حكومة يحكمها محتل أو يشترك معها في السلطة، ولم يقبل هوتشي مين الفيتنامي المقاوم بسلطة المحتل الأمريكي، وطالما كان يمارس تحرير بلاده. فقد كان يسمى ماو تسي تونغ الصيني مقاوما، لكنه لم يلبس هذه العباءة بعد العام 1949، والمستغرب من الكثيرين أنهم يمسكون بالسلطة التي أنشأها ودعمها وقواها المحتل ولا يزال ويتحدثون باسم المقاومة، وهذا أمر مرفوض عقلا ومنطقا. ويضيف ليد الزبيدي: كيف تكون سلطة وأجهزة أمنية وفي الوقت نفسه يخرج علينا من يقول نحن مقاومة ويرفع الشعارات البراقة ويدبج الخطب الرنانة الذي لم يسبق لأحد أن تحدث به إلا في بقع محددة في منطقتنا؟ ولا أعرف لماذا لا يردع المفكرون والمثقفون هؤلاء الأدعياء الذين يفترض بهم معرفة هذه الحقيقة الناصعة البياض، أما الذين يحاولون الخلط بين المفاهيم وارتداء لباس ليس على مقاسهم فلن يتمكنوا من بلوغ هذا الشرف العظيم أبدا. لم يكتف المحتل باحتلال العراق وإسقاط النظام وحل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية وتدمير البنى التحتية وقتل العلماء إلى آخره، وإنما أراد تدمير العراق دولة ومجتمعا، ومن أجل ذلك حرص هذا المحتل على تصفير ما تبقى من الدولة لمنع أي محاولة لإعادة هيكلتها وإقامة مؤسساتها وبناها التحتية بالقدر الذي يوفر للمواطنين حياة كريمة، أو على الأقل توفير أبسط مقومات الحياة كالكهرباء والماء والدواء، حالها حال العديد من الدول التي ترزح تحت الاحتلال. ومن أجل ذلك تعاون الأمريكان مع عدد من الدول الإقليمية وفي المقدمة منها إيران العدو التاريخي للعراق مقابل مكاسب سياسية واقتصادية حول النظام الفاسد بعد عام 2003، كتب عون القلمشي في مجلة الجاردينا. دعونا نتابع هؤلاء الخوانة والعملاء ونرصد أدوارهم المخزية. فعلى سبيل المثال، قامت حكومة إياد علاوي المؤقتة بدور جسر عبور لقوات الاحتلال للدخول إلى المدن العراقية المقاومة وهدمها على رؤوس ساكنيها بالأسلحة كافة بما فيها المحرمة دوليا مثل مدينة الفلوجة، بينما تعهدت حكومة إبراهيم الجعفري بإشعال نار الطائفية، وعقد نوري المالكي في ولايته الأولى معاهدات الذل والعار مع المحتل الأمريكي، وفي ولايته الثانية أدخل تنظيم داعش الإرهابي الإجرامي ليحتل ثلث مساحة العراق، في حين أخذت حكومة حيدر العبادي على عاتقها تدمير المدن التي احتلتها داعش مثل الموصل والفلوجة والرمادي وصلاح الدين تحت ذريعة طرد هذا التنظيم المصنع من قبل المخابرات الأمريكية والمبارك من قبل ملالي طهران. أما حكومة عادل عبد المهدي فقد انتهى عهدها بقتل الثوار على يد أجهزته القمعية والميليشيات المسلحة والحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لا نستبعد إطلاقا أن يكمل الكاظمي هذه المسيرة المجللة بالخزي والعار، فهو أحد تلاميذ جامعة الفساد التي تخرج منها هؤلاء الأشرار.
وما خطابات الكاظم عن الشرف والنزاهة وحب الوطن إلا نسخة طبق الأصل من أحاديث أسلافه الكاذبة، ولا تغير هذه الحقيقة الدامغة القرارات التي اتخذها الكاظمي بتخفيض الرواتب أو تقليص بعض النفقات أو استعادة بعض الأموال المسروقة. وأضاف القلمشي في مجلة الجاردينيا: لا نحتاج إلى جهد أو نظرة ثاقبة لمعرفة مدى نجاح هؤلاء الأشرار في إقامة دولة فاشلة بامتياز إلى درجة يصعب إصلاحها بوجودهم، فإذا نظرنا إلى مواصفات الدولة الفاشلة سنجدها واضحة وجلية في العراق، بل ومطبقة بحذافيرها. فالدولة تكون فاشلة وفق المعايير العالمية إذا عجزت عن بسط الأمن في ربوع أراضيها، وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص بين مواطنيها، وفضلت فئة على غيرها من المواطنين، وألغت مبدأ المساواة بين الناس. يقول الكاتب ياسخ ضير البياتي في مقال نشر في صحيفة الزمان العراقية، يقول: أشعر بمرارة شديدة أن أعيد نفس الاسطوانة المشروخة عن مصائب بلد تجد فيه كل عجائب الدنيا، حيث حوله لصوص السياسة إلى بلد حافي القدمين، وجعلوه في آخر الأوطان تخلفا ومعيشة وفسادا، وما زالوا يذبحون العراقي المسكون بالفقر من الوريد إلى الوريد، ويبتكرون له عذابات جديدة لا تخطر على بال أحد، ويتمتعون بآلامه وأحزانه بسادية المرضى المصابين بعقدة نقص العوز وفقر المال والعقل. ما حدث من مذابح بحق الإنسان العراقي خلال السنوات الماضية في حياته واقتطاع معاشه الحلال وتفقيره علما وصحة وثقافة هو دناءة سياسية لا تغتفر، وعار كبير لإثبات أن من يحكمنا يريد إذلال ما تبقى من كرامة، وأن ما يجري هو أعمق مما نتصور. إنهاء ما تبقى من أمل وإغلاق منافذ التنفيس للأبد، والأرجح أن السبب تاريخي واجتماعي بامتياز، لأن النخب السياسية التي تختطف جمال العراق وبهاء إنسانه تمضي به إلى جهة أخرى لا مصلحة لها في تغيير الحال، لأنها ترتبط جذريا بسياقات تؤمن لها الرفاهية في كل العصور، وهي أيضا بدورها انتهازية تقفز من شجرة إلى شجرة بحثا عما يحقق مصالحها فقط بمعزل عن أي انتماء وطني. فالقاعدة الموجودة اليوم هي أن من يتولى مهمة إدارة البلد بعامة حرامية وعملاء لا حكماء ورجال دولة، ولكل منهم ارتباطاته ومصادره لتنفيذ التعليمات من الخارج. يقال إن ذاكرة السمك عمرها أقل من ربع دقيقة، لهذا يبتلع الطعم ويكرر الأخطاء ذاتها، والكاظمي ممن يشبهون السمك، ليس بسبب الإصابة بالزهايمر، بل لأنه قد يكرر الأخطاء التي وقع فيها سلفه ولا يتعظ بتجاربهم، وسيلدغ من الجحر ذاته 1000 مرة إذا لم يلقح ويحصن ضد تكرار اللدغ والخديعة. إنها ذاكرة السمك التي تجعل الضحية تعود لابتلاع الطعم ذاته مرة أخرى. قاعدة السلطة وماكنة دعايتها الفاشلة تقول لنا أن ميزانية الدولة تستنزفها رواتب الموظفين، ولم نسمع أحدا يقول لنا إن الهدر المالي والسرقات هو السبب الأول، فبدلا أن يدخل إلى ميزانية الدولة ما بين 35 إلى 40 مليار عوائد من المنافذ الحدودية والجمركية، فإنه لا يدخل سوى 1.5 مليار، والباقي تتقاسمه بعض الميليشيات والأحزاب الدينية. إذا كان هناك من تفاؤل باقتراب فترة هدوء وأمان بعد التوافق الأمريكي الإيراني على تنصيب رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في العراق، فإن وقائع الأسابيع الماضية أعادت المتفائلين إلى أرض الواقع المتدهور على جميع المستويات، سواء كانوا من أساس المتهافتين على النهب والمتمرسين فيه أو أبناء الشعب المنهك الذي بات ينشد الأمان وأساسيات الحياة وحدها أحياناً في أي بادرة تمنحه فرصة للتنفس والتفكير مهما كان مصدرها. مقال للكاتبة هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي.
في هذه الأجواء الكركوية المخيفة وغير القابلة للفهم في آن واحد التي تتطلب أولوية التركيز على إنقاذ حياة الناس وتوفير الرعاية للمصابين وحملة التوعية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحجر الكلي للبلد وإكرام الموتى وإلغاء كل ما هو غير ملح كما فعلت معظم دول العالم، سارعت حكومة الكاظمي كالسراق تحت جنح الظلام إلى تنفيذ ما أطلق عليه اصطلاحا إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية، أي التباحث حول تعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2008 لغرض تنظيم العلاقة طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والأمنية بين البلدين، وهي الاتفاقية الأكثر أهمية منذ احتلال البلد عام 2003، لا من ناحية بقاء القوة الأمريكية كما يشاع، لكن من ناحية الهيمنة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الجوانب التي قلما يشار إليها علنا. وتنبع أهمية الاتفاقية من رغبة الإدارة الأمريكية بتقليص عدد قواتها على الأرض في أثر إعادة هيكلة الجيش الأمريكي لتقليل تكلفة الخسائر البشرية والمادية في صفوفه والاستعادة عن القوات بزيادة الاعتماد على الطائرات بدون طيار والقوات الجوية والعمليات الخاصة بواسطة المرتزقة والشركات الأمنية بالإضافة إلى الحكومات المحلية أو الدول المضيفة بالنيابة. إن سياسة تمزيق العراق كبلد ذي سيادة وتفتيت شعبه إلى طوائف وأقليات وعشائر وميليشيات تتصارع فيما بينها مستمر منذ احتلاله عام 2003، وإذا كانت الرقعة صغيرة والشق كبيرا وصرنا كلنا ندفع جزية وتبقى مسيرة البلد للتعافي مشروعا طويل المدى بمراحل متعددة ومتكاملة بدءا من إنقاذ وحماية حياة المواطنين وتوفير العيش الكريم إلى إنضاج البدائل الوطنية والتنموية لاستعادة النسيج الاجتماعي في البلد، ومن هناك تحقيق التوازنات الإقليمية والعلاقات الدولية المتكافئة. صحيح أن دعوة الحكومة الأمريكية إلى الطلب من الأردن تسليم مواطنته أحلام التميمي البالغة من العمر 40 عاماً ما زالت بين أعضاء في الكونغرس، وأن 7 منهم بعثوا رسالة في هذا الخصوص إلى السفارة الأردنية في واشنطن، إلا أن المرشح سفير في عمان هنري ووستر أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها إلى الأردن إذا لم يسلم الشابة التي أمضت 10 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد حكم عليها ب16 مؤبدا وأفرج عنها في صفقة تبادل مع حركة حماس في عام 2011. ويعني هذا التهديد أن قضية أحلام التميمي قد تشهد تصعيدا ملحوظا، مقال الكاتب معا البياري في صحيفة العربية الجديد. يتسلح صانع القرار الأردني بهذه الحجج الشديدة الوجاهة في المستوى القانوني المحض في مقاومة المطالبات الأمريكية تلك، غير أنهم سيجدوا صعوبة حادة في تدارك التداعيات غير الهينة الآثار لو أقدمت الإدارة الأمريكية على معاقبة عمان بتعليق المساعدات. ولعله ليس في محله أن يطمئن الحكم في الأردن إلى أن الجارية لا يعدو زوبعة مزايدات آنية متصلة بظروف سياسية لن تدوم، بل هو مدعو إلى درس كل الاحتمالات والخيارات، سيما أن الأردن مكشوف تماما ووحده مع السلطة الفلسطينية من دون تغطية عربية تظلله. أين القاهرة والرياض بالمناسبة في مواجهة خطط النهب الإسرائيلية في جواره الفلسطيني الحدودي؟ وقد قال رئيس الحكومة عمر الرزاز إن ما تنوي إسرائيل فعله سيقود إلى طريق الصراع. وإذا كانت عمان قد اغتبطت بالمساعدات الأمريكية المنتظمة ستصل إليها الشهر المقبل قبل موعدها المقرر، فإن النوم على أمر كالذي جهر به السفير الأمريكي المرشح شديد خطورة، وليس في وسع الكاتب هنا أن يرشد أهل القرار الأردني ماذا يصنعون بغير التمسك بالحجج القانونية القوية مع المواظبة على الاتصالات المتنوعة مع لجان كونغرس والبيت الأبيض واللوبيات ومراكز التفكير وكل دوائر التأثير على الإدارة الأمريكية. هي معركة سياسية وقانونية ودبلوماسية وإعلامية استجدت على عمان عنوانها حماية مواطنة أردنية، ولا حاجة لتأكيد المؤكد أن صمود الموقف الرسمي في هذا الخصوص سيجد كل إسناد شعبي،
والأردن في حاجة إلى المساعدات الأمريكية الحيوية، غير أن الحكم فيه يستحيل أن يسجل على نفسه فعلا مذموما لا سمح الله من قبيل تسليم أحلام التميمي إلى سجن أمريكي. للوهلة الأولى يمكن للمرء أن يذهل بتلك الزهور الأرجوانية وأوراقها الخضراء الكبيرة الزاهية التي تطفو على سطح المياه، لكن بطول جذورها الغارقة عميقا في نهر الفرات تهدد زهرة النيل العراق ولقبه المعروف منذ القدم باسم بلاد الرافدين، وتمتص كل زهرة يوميا ما بين 4 إلى 5 لترات من الماء، ويمكنها أن تجفف موارد المياه في واحد من الدول الأكثر حرا في العالم. ولا توفر هذه الزهرة شيئا من أهوار المياه المدرجة على لائحة التراث العالمي اليونسكو إلى الأسماك والصيادين والمزارعين وحتى مياه الشرب. وفي زمن وباء كوفيد-19 والحظر التام في العراق لم يتبقى الكثير من الأيدي العاملة لمحاولة وقف انتشارها، لذلك يؤكد تشلاب الشريفي أن الصيادين فقدوا مصادر رزقهم في جنوب العراق الزراعي الذي يرزح تحت وطأة الجفاف المتزايد وسدود المبنية في تركيا وإيران المجاورتين. وتشكل أوراق هذه النبتة المدرجة منذ عام 2016 في قائمة المفوضية الأوروبية للنبات المجتاح الذي تجب السيطرة عليه طبقة معتمة على سطح الماء، ما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى مختلف الأنواع التي تعيش في المياه حتى اختفائها بالكامل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.